دخول الوقود إلى غزة مؤخرا بالتزامن مع مغادرة وفد حماس للقاهرة، أو بعد مغادرته من القاهرة بأيام قليلة، هل يشي بأن محادثات التهدئة استؤنفت هناك؟ أولا، ملف التهدئة ما زال فيه حراك. هذه جزء قضية الوقود، ليس قضية حاضرة وليست هي جزء من مفاوضات التهدئة، لأن مفاوضات التهدئة مرتبطة بآليات كسر الحصار. وحتى يكون المشاهد على دراية، قضية الوقود القطري، ذهب السفير القطري إلى الرئيس أبو مازن وقال له قطر مستعدة لتقديم منحة، إلا أن الرئيس أبو مازن رفض أن يتم إذن هناك توضيح من قبلكم، خاصة وأن الأنباء ترشح بأن البند الأول من بنود التهدئة هو إدخال الوقود أو البند المتعلق بالكهرباء وبموظفي حماس. لا لا، هناك حراك في كل الملفات فيما يتعلق في قطاع غزة، هناك حراك، وهذا الحراك ليس بالجديد. وقضية قضية السولار ليس بالقضية الجديدة، لربما تمت عملية الإدخال فعليا خلال اليومين الماضيين، إلا أن هذه قضية أثير حولها النقاش منذ زمن، ولكن في النهاية لا يوجد شيء، لا يوجد اتفاق مكتوب، لا يوجد شيء مكتوب حتى يتم الحديث عن اتفاق تهدئة. هناك كان زيارة قبل أيضا الأسبوع الماضي لوفد من حركة حماس لمصر، ومصر وعدت أن تواصل جهودها وهي جزء حاضر وأساسي في ملف التهدئة. والجهد القطري هو جهد مساند وليس جهد أساسي. عندما نتحدث عن مسارات التهدئة، نتحدث عن المسار المصري بصورة أساسية، نتحدث عن المسار الذي تقوم به الأمم المتحدة عبر مبعوثها في الشرق الأوسط. عندما نتحدث عن الجهد القطري، الجهد القطري هو مساند للجهود وليس مسار مختلف عن المسارات. الحديث عن المسارات، هل يمكننا عد الخطوة الأولى من خطوات التهدئة متمثلة بإدخال الوقود، أم أن هذه قضية منفصلة عن الخطوة الأولى للتهدئة؟ لا، هناك حراك دولي يريد تخفيف الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وهذا ليس حبا في قطاع غزة بقدر ما هو للتخفيف عن الاحتلال نتيجة ما أنتجته مفاعيل مسيرات العودة والضغط على الاحتلال واستنزاف الاحتلال على طول الحدود على قطاع غزة من حراك نضالي فلسطيني. الحراك الدولي يريد أن يخفف عن الاحتلال هذه الأزمات، فيسعى لتقديم بعض الحلول سواء كانت جزئية هنا أو جزئية هناك، ولكن لا يوجد حتى الآن عندما نتحدث عن قضية التهدئة لا يوجد شيء واضح المعالم، لأن هناك يجب هذا ملف التهدئة لا تتحدث به حماس وحده، هناك فصائل فلسطينية مشتركة، هناك هيئات اللي هي مشتركة في هيئة مسيرات العودة، هذا قرار فلسطيني مشترك وليس قرار حماس لوحده.